فقط هنا سأختم بكلمة عامة للإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه التذكرة في الجزء الثاني في حق بني أمية. في حق بني أمية له كلمة عامة بضعة أسطر، قال: وبالجملة، في الصفحة 290 من الجزء الثاني، دار الجيل، بيروت، 1986، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، صفحة 290 من الجزء الثاني. قال الإمام القرطبي صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن الكريم، التفسير الشهير الطيب: وبالجملة فبنو أمية قابلوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وأمته بالمخالفة والعقوق، فسفكوا دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا فضلهم وشرفهم. عن أهل بيت النبي، هذا مين؟ الشيعي القرطبي، طبعا المالك، الإمام المالكي شيعي. إيه؟ عنده كل واحد بيتكلم كلام زي هذا شيعي، يلا شيعوا أبا عبد الله القرطبي. ما في الحقائق، الحمد لله هذول أئمة أهل السنة، أئمتنا وسادتنا، وجحدوا فضلهم وشرفهم واستباحوا لعنهم وشتمهم، فخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته، فوا خجلتهم، فوا خجلتهم إذا وقفوا بين يديه، ووا فضيحتهم يوم يعرضون عليه. والله أعلم. الله أكبر، كلام جميل وقوي. قال لك القرطبي فيه تشيع، معناها ما دام حكى هيك شوية أخذه إيه عرق شيعي، إيه بحب أهل بيت النبي، بدافع عنهم، متألم لهم. ليش يا شيخ القرطبي؟ تفهمش أنت الفقه وكذا؟ إيه هذا الإمام إيه القرطبي.